شوفنا على 120 دقيقة كنا خير، حتى كنا نجم نقض المقابلة متاعنا من 90 دقيقة، جاتنا عديد الفرص. الله غالب، توجع برشا للخسارة بعد الفوليوم دو جو اللي عملناه، بعد المشوار الكبير اللي عملناه، لكن الله غالب. هذيك هي كرة القدم، جزئية النهائي ديما يتلعب على الجزئيات الصغيرة. حبينا اليوم نفرحوا التوانسة الكل، لكن الله غالب، ما حرفناش الحظ. إن شاء الله يكونوا معانا في قدم المسابقات، خاطر بالحق اللي وراوه وعطاوه صورة للناس الكل انه المنتخب التونسي هذا ما ينجم يعيش كان بالجمهور نتاعو. ان شاء الله نفرحهم في قدم المسابقات ان شاء الله. غاب علينا التوسيم اليوم، وفي كل حتى الحظ زاد عندنا في كره بلال عار. كما قلت لك، ضيعنا والحظ ما وقفش معنا. هذيك هي الكره، هذيك هي الكره. الحمد لله، الحمد لله، ما فماش واحد من الملاعبيه قصر، الناس كل اعطت مجهودها طولة البطوله هذه الكامله، لكن الحمد لله، الحمد لله. اخر سؤال، الاصابه لافيس؟ الحمد لله ما دام شاركت، الحمد لله. بتكون جاهز للسوبر ان شاء الله؟ ان شاء الله.